بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله معادنا مع تاني حصة من حصص البريست. أول حصة خدنا الأناتومي، الحصة بداية من النهاردة لحد آخر حصة إن شاء الله هنتكلم فيها عن البريست ديزيزز، واللي بنقسمها إلى كونجينيتال، تروماتيك، انفلاماتوري، نيوبلاستيك وميسيلينيوس. اهم موضوع على الاطلاق في شابتر البريست هو البريست كانسر النيوبلازم، ده اهم حاجه على الاطلاق. احنا هناخدهم بالترتيب كونجينيتال، تروماتيك، انفلاماتوري، نيوبلاستيك، ثم ميسيلينيوس. لكن وانا براجع هراجع بالتيومر قبل اي حاجه. قبل ما نخش في التفاصيل في سكيما كده عايزين نثبتها علشان نفهم الامراض اللي بعد كده. في اي مرض طبعا عندي ديفينيشن، عندي انسيدنس، ايتيولوجي، باثولوجي. الباثولوجي ده مهم جدا، بقسمه الى ماكروسكوبيك ومايكروسكوبيك. واحده مثلا جايلك العياده عندها ماس في كلكيع في صدرها، اي ماس بوصفها ب 4S و4C، مكان الماس فين، السايت، حجمها، السايز، شكل الماس، الشيب، والسيرفس بتاع الماس، هل هو سموث ولا مش سموث. و4C الكالر والكونسيستنسي والكت سيكشن والكبسول. خلاص شفتها بعينيا، اخد بايوبسي واحط البايوبسي تحت الميكروسكوب وابص عليها مايكروسكوبيكالي. ده الباثولوجي، ديفينيشن، انسيدنس، ايتيولوجي، باثولوجي، كلينيكال بيكتشر. وده الكلام المهم قوي 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 قوي. ممكن تكون اسيمتوماتيك، لكن الاهم بالنسبه لي انها تكون سيمتوماتيك. واحده جايه لي العياده عشان عندها مشكلة في البريست، هذه المشكلة بتكون حاجة من ثلاثة او اثنين من الثلاثة او الثلاثة كلهم. السيمتومز طبعا في عندك جنرال اللي هو فاهم، انا يهمني قوي اللوكال بقى. واحدة جاية لي العيادة هتجيلي ليه؟ عشان عندها بين، في الم في البريست، او في ديستشارج النبل بتطلع حاجة، او الشكوى الاهم السويلنج او الماس كلكيعة. اسمها التاني لمب، لما اقولك لمب هي اللي مقولك ماس، هي اللي مقولك سويلنج. خلاص يبقى واحده جايه العياده جايه ليه؟ في بين، في ماس، في ديسشارج. وبالتبعيه الساينز بدل بين او التندرنس عندك السويلنج اللي هو اللمب وديسشارج، والساينز طبعا معاها مين؟ معاها الليمف نود، بين، ماس، ديسشارج. يبقى دي اول حاجه عايزك تعرفها، البين، الماس، الديسشارج بتتكتب تقريبا في اي مرض من امراض البريست. في حاجات اوكي اركز فيها كويس قوي على الماس زي الكانسر، حاجات تانية امراض تانية اركز فيها كويس قوي على الديسشارج اهم بكتير، حاجات تالتة خالص اقول انها بينلس مفيش الم، لكن في النهاية السيمتومز هي حاجة من التلاتة دول. الانفستيجيشن فيها حاجة في منتهى الاهمية، ركز معي. ده البريست يا جماعه، ودي الماس بتاعتنا. قلنا المشاكل اللي هتيجي عندنا حاجه من ثلاثه، عندي البين، وعندي الماس، وعندي الديستشارج. ركز لي كويس قوي قوي على هذه الماس. اي واحده جايه لي العياده او المستشفى بتقول لي انا شاكه ان عندي كلكيعه في صدري، عندي ماس في صدري، بعمل معاها ثلاث حاجات، وعشان هما ثلاث حاجات سموها تريبل اسسمنت، ثلاث حاجات بعملها لو مريضه جايه بتقول لي انا شاكه ان عندي كلكيعه في صدري. كنت مثلا بستحمى ولا حاجه وجايه كده بمسك صدري لقيت ان في كلكيعه فيها. اول حاجه باخد هيستوري واكزامينيشن، اسالها كويس قوي قوي. خلاص اخد هيستوري محترم واكزامن البريث بتاعها واشوف الماس اللي موجوده. تاني حاجه بعمل ايميجينج. رقم ثلاثة
بعمل بايبسي. تاني بقى انا بقولك انه السيمتومز بين وماس وريستشارج. حلو، مسكت انا مين؟ الماس. قلت لك بعمل ثلاث حاجات عشان كده سموها تريبل اسسمنت. ايه الثلاث حاجات؟ باخد هيستوري وبعمل اكزامينشن، ودي اول حاجه. تاني حاجه ببص على البريست، خلاص ايمجينج. تالت حاجه بايبسي. الايمجينج بعمل حاجه اسمها ماموجرافي. وده الروتين انفستيجيشن اللي انت هتشوفه في البريست. عارف لما تيجي مثلا واحد جالك بمشكله في الشيست، فاول حاجه هتعملها اعمل لي يا عم تشيست اكس راي. ده الروتين اللي بتعمله. فالماموجرافي دهيت هو اكس راي بس على البريست، بتحدد لي ان في ماس موجوده. بيبان في الماموجرافي زي الصوره اللي عندك ديت لونه ابيض كده، اعرف ان في ماس. لكن ما حددتليش هل الماس دهيت سوليد ولا سيستك، هل هي مصمطه سوليد جامده ولا سيست او فلويد. علشان كده بيجي دور الالترا ساوند السونار عشان يحدد لي هل هي سوليد ولا سيست. تفرق معايا؟ طبعا تفرق معايا. عشان الخطوة التالتة، لان البيوبسي اللي باخده من السوليد طريقته مختلفة شوية عن السيست. السيست هو كيس مليان فلويد، فبعمل اسبيريشن، بسحب الايه؟ بسحب الفلويد. انما السوليد بعمل حاجة اسمها فاين نيدل اسبيريشن. تفاصيل الكلام ده هناخده في الكانسر. ثم تالت مرحلة اللي هي البيوبسي، باخد العينة بتاعتي ووديها عند باثولوجيست عشان يحدد هل فيه كانسر ولا مفيش كانسر. سريعا، الماس عندنا بعمل معها تريبل اسسمنت، هيستوري اكزامينيشن، ثم ايميجينج، ثم بايوبسي. والايميجينج ده حاجتين، ماموجرافي ده الروتين بالنسبه لي اعرف ان في ماس، ثم الترا ساوند عشان يحدد لي هل هي سوليد ولا سيست، عشان احدد الطريقه اللي اعمل بيها البايوبسي عشان هو الخطوه الثالثه. خدت بايوبسي اوديها باثولوجيست عشان يبص لي على ايه؟ على الماس اللي موجوده، هل هي كانسر ولا مش كانسر. ده الماس. طب الديستشارج عندنا واحدة جايلك بتقولك ان في حاجة بتطلع من النبل عندها، سواء كان بقى ايه، في دم، مش عارف، في فلويد، في بص، ايا كان نوع الديستشارج اللي بيطلع. خلاص كده هعمل معاه ايه؟ اول حاجة سيتولوجي، اعمل لي كالتشر وسنسيتيفيتي، اعمل لي اي اس ار، اعمل لي سي ار بي، اعمل لي تي ال سي، اشوف الخلايا اللي موجودة جوه الديستشارج. تاني حاجة، ودي حاليا يعني كلام قديم، يعني حاجة اسمها بنزيدين تيست. اعرفوا لي اسم بس. تاني يا جماعة، تفاصيل الكلام ده هناخده بعدين في الكانسر. انما انا بس عايز اعرف حاجة، لو جيت في اي مرض في البريست وقلت لك ان في ماس، هتقول لي تريبل اسسمنت، هيستوري واكزامينيشن، ايميجينج، بايوبسي. واي ديستشارج بعمل له سيتولوجي وبنزيدين تيست. ثبت دول عشان دول ثابتين معانا في كل الامراض بعد كده، لان انا بقول لك ان الامراض عباره عن بين وماس وديستشارج. ففي الماس تبقى اسسمنت، وفي الديستشارج سيتولوجي وبنزيدين تيست. معلش انا طولت شويه في الحته ديت، بس ده العصب اللي هندنا عليه الشابتر بعد كده. خش لي على البريست بقى. البريست يا جماعه بيطلع امبريولوجيكالي، اوكي، من الاكتوديرمال ريدج، حاجه اسمها الميلك لاين. ايه الميلك لاين؟ شايفين المنظر ده يا جماعه؟ ده امبريو، اوكي، عنده من عند الاكزيلا بهذا المستوى لحد الجروين مجموعه كده بيسموها الميلك لاين. اللاين ده بيطلع مالتيبل بريست، واحد اتنين تلاته، كتير بقى. حلو، كلهم بيختفوا ما عدا واحد بس، اللي هو ده واللي هو ده. يبقى في هذه السلايد عايزك تعرف كلمة ميلك لاين، من عند الاكزيلاري فولد لحد الجروين. هذا الميلك لاين يفيدني طبعا عشان الكونجينيتال انوماليز.
ما هو لو ما كلهمش اختفوا وبقى مثلا شويه موجودين شويه لا، يحصل كونجينيتال انومالي مثلا في عدد البريست، كتير قليل كبير صغير وهكذا. الكونجينيتال انوماليز بنقسمها الى كونجينيتال انوماليز في البريست وفي النبل. في البريست عندنا يا جماعه عندك شويه تعريفات كده، كل واحده بالتعريف بتاعها. في حاجه اسمها اماستيا، يعني مفيش بريست، مفيش بريست. حاجه اسمها اميزيا، مفيش بريست ولكن بص كده في نيبل واريلا. في بوليميزيا او بوليماستيا، في اكتر من بريست. حلو كده. هنا المشكله فين؟ في الميلك لاين. هنا الميلك لاين المفروض ان كله بيختفي ما عدا واحد بس اللي هو البريست الوحيد. لا، هنا ما بقاش بريست وحيد، بقى في مالتيبل بريست. طب السؤال، الميلك لاين كان بيمتد من عند الاكزيلا لحد الجروين، هذا البريست اكتر عند الاكزيلا ولا عند الجروين؟ يقول لك عند الاكزيلا. دي ام سي كيو. في مايكروميزيا، بريست صغير. ماكروميزيا، بريست كبير. ده بيكون مرض بيناين، حاجة بسيطة عادية جدا. كل دول في البنات، لكن في مرض في الولاد اسمه انفانتايل جاينيكو ماستيا. طفل بيتولد ويكبر شوية عنده جاينيكو ماستيا. ده بيحصل ليه؟ عشان الماتيرنال سكس هرمون بتوصله فتأثر عليه تأثير مؤقت تعمل له جاينيكو ماستيا. لكن هل محتاج علاج ولا اي حاجه؟ اماستيا، اميزيا، بوليميزيا، مايكروميزيا، ماكروميزيا، انفانتايل جاينيكو ماستيا بتاعت الايه، بتاعت الميل. في حاجه اسمها بولاند سندروم، ده عباره عن ايه، خلطبيطه كده، عباره عن اميزيا لو مفيش بريست ومفيش بكتورالس ميجور ومفيش ريبس من الريب الثاني لحد الريب الخامس، وده اكتر في الرجاله. يبقى الرجاله عندنا في حاجتين، بولاند سندروم وانفانتايل جاينيكو ماستيا. يتبقى الاهم بالنسبه لي الكونجينيتال انوماليز اللي موجوده في النبل. ركز معايا، النبل عندنا ممكن تكون مش موجوده خالص، اسميها اثيليا، او تكون اكتر من نبل على طول الميلك لاين، حلو كده، اسميها بوليثيليا. لكن المهم قوي 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 الكونجينيتال ريتراكشن اوف ذا نبل. بص للمنظر ده كده، النبل ريتراكتد لجوه، داخله لجوه، كونها داخله لجوه تمام، دي حاجه من اتنين، يا اما البنوته مولوده اصلا عندها النبل داخله لجوه، يا اما البنوته اتولدت طبيعي ولما كبرت حصل مشكله نتج عنها ان النبل دخلت لجوه. ولذلك ده دور مهم جدا بيقسم ما بين الكونجينيتال ريتراكشن اوف ذا نبل والاكوايرد ريتراكشن اوف ذا نبل. الكونجينيتال طبعا سنس بيرث، الاكوارد ريسنت على مدى هلال. الكونجنتال ما بيفرقش، بيكون بايلاترال، الاثنين بريست بيكون فيهم ريتراكشن، لكن الاكوارد في الغالب بيكون يونيلاترال. بريست واحد في ماس موجوده عملت فايبروزز في الدكت، شدت على النبل ناحيه جوه، حصل ريتراكشن. ففي الكونجنتال مفيش ماس، في الاكوارد طبعا في ماس. الكونجنتال اعرف اشدها عادي جدا، كان بيبولد، لكن الاكوارد ما اقدرش اشدها، لان في جوه ماس شادد على النبل ناحيه جوه. فالحل ان اشيل الماس تمام، لكن مهما شديت النبل اللي بره مفيش اي حاجه هتحصل. طيب علاج الريتراكشن اوف ذا نبل الكونجنيتال، يعني فريكوينت بولينج اوف ذا نبل وبتتشال عادي مفيش اي مشكله. في بامب كده بتتباع في الصيدليات بتشتغل بنيجاتيف بريشر، بتشد النبل ناحيه بره تمام. الكلام ده مهم قوي يا جماعه. ليه مهم؟ علشان البنوته اوكي هي ما تبقاش عارفه انها عندها ريتراكشن اوف ذا نيبل، هي اصلا بتتولد ما عندهاش البريست باين ولا النيبل باين اصلا، فمش هتعرف اصلا ان في ايه ريتراكشن اوف ذا ايه اوف ذا نيبل. تعرفها امتى؟ لما تكبر، وبالاخص لما تيجي ترضع. ده بيعمل فقدان ثقه غير طبيعي للبنت في نفسها، تحس انها اصلا مش عارفه ترضع، تقول خلاص انا مش هينفع ارضع كده. لكن طمنها، قول لها لا عادي جدا، موضوع بس مؤقت، هنشد النيبل اللي بره وخلاص وتبقى زي الفل. لكن في حالات نادره جدا جدا ما بتشدش معانا، اعمل ايه بقى؟ حاجه اسمها اشفورد اوبريشن. خلاص تفاصيلها مش علينا، لكن كلمه بس وخلاص. يبقى ده في النبل، اثيليا، بوليثيليا، والاهم كونجينيتال ريتراكشن اوف النبل. في معلومه فيها انها بريديسبوزنج فاكتور فور ماستايتس، يعني بتساعد في ان يحصل التهاب في الايه، في البريست. لما ناخد الانفلاماتوري ديزيز هتفهم الكلام ده كويس. تروماتيك ديزيز عندنا في عندي حاجتين، واحده مش مهمه واحده مهمه. اللي مش مهمة بريست هيماتوم،
واحده كانت بتتخانق او حد ضربها على البريست عندها، حصل بلود كلوتنج، حصل فيبروزز، فحصل هارت مس. وانا عايز اقول لك انه البريست كانسر يا جماعه هو هاجس كل الستات في الوقت الحالي. الايديوكيشن او الوعي التوعيه للستات عالي جدا فيما يخص البريست كانسر. بيتقال لهم كده لو حسيتي اي كلكيعه تخافي وتروحي تكشفي، فاي واحده لقيت ان في كلكيعه هتقول لك ده كانسر. ولذلك احنا اصلا بناخد الكونجيتال والتروماتيك والانفلاماتوري وكل ده عشان حاجه واحده بس، عشان افرقها مع الكارسينوما. ولذلك كان الدكتور علي حسيب يقول لنا ايه، لك دايما انت في ظل الكارسينوما اي حاجه اي مرض في البريست دايما هتقارنه بالكارسينوما، لان هو اخطر واشهر حاجه في البريست. دي اول مرض معانا مش مهم قوي، حاجه اسمها بريست ايه هيماتوما. اللي يهمني فيه بس ان هو ايه بفرقه مع ايه، مع الكارسينوما عشان في هارد ماس موجوده. التاني مهم تروماتيك فات نيكروزس. موضوع كالاتي، واحده كانت بتخانق مع جوزها، جاب رجل الكرسي وضربها جامد جدا على البريست، حصل لها الم اوكي في البريست بسبب التروما. عدى وقت، عدى اسبوع بتستحمى، لاحظت ان فيه ماس على صدرها والماس ما بتوجعش. اوبا، وغالبا هارد ماس، يعني عارف انت فاهم ازاي يعني بالمنظر ده كده. قالت لك ده مصيبه سودة وده كانسر. تروح للدكتور بيشخصها بالهيستوري، اتضربت من جوزي الاسبوع اللي فات، طبعا في ماس، يبقى هيعمل تريبل اسسمنت، هيعمل ماموجرافي والترا ساوند وبايوبسي لو لازم الامر. سؤال جاب كده في الامتحان السنه اللي فاتت، ايه الباثولوجي او الباثوجينيسيس بتاع التروماتيك فات نيكروزز؟ هي اتخبطت اتنين خبطه جامده، فالخلايا اتكسرت، فحصل فات نيكروزز، فحصل ريليز للفري فاتي اسيد. الفري فاتي اسيد دهيت بتعمل كيليشن او بتمسك في الكالسيوم اللي موجود في الدم، تعمل نوع من انواع الصابون اسمه كالسيوم صوب. هو ده الصابون يا جماعه، عباره عن دهون مع كالسيوم اللي هو جليسرين مع كربونات، يديك الايه، يديك الصابون. هذا الكالسيوم صوب بيتراكم في البريست في صوره من اتنين، ودي ارزاق، واحده يجي لها في صوره سيست يعني كيس كده ومليان ثيك اويل فلويد كانه كده شاور جل، وواحده ثانيه هارد ماس. طب مين اللي يهمني اكتر في الموضوع هنا؟ الهارد ماس. ليه؟ عشان الكارسينوما. يبقى هي ارزاق، سيست او هارد ماس، واحده سيست واحده هارد ماس، هي ارزاق يعني. طب مين اكتر؟ السيست. الهارد ماس قليل شويه، بس الفكره ان هو ايه بيخوفها على نفسها. كلينيكال بيكتشر، هيستوري اوف تروما، ده مهم جدا. عندها ماس والماس دي ريجولر وبينلس. شفت انت المشكله؟ المشكله انها بينلس، عارف لو بينفول بتقول لك خلاص يا عم ده مش كانسر، انما هي مشكله انها بينلس. ليه؟ اصل عدى عليها اسبوع فالماس اتراكمت اوكي وما بقتش بتوجعها، يقول لك ده كانسر. ومش بس بينلس ومش بس هارد ماس، ده بينلس وهارد ماس ويحصل عليها فيبروزز، فيحصل ديمبلنج ونيبر ريتراكشن. وده دي من اخطر الحاجات اللي بتلخبطني مع الكارسينوما. تمام؟ فدايما انا ايه؟ انا في ظل الكارسينوما. الانفستيجيشن، طبعا في ماس يبقى هعمل ايه؟ تريبل اسسمنت، هعمل ماموجرافي. هل الماموجرافي ده كونكلوزيف؟ لا طبعا. اعمل ايه بقى؟ اعمل بايوبسي. في البايوبسي انت هتلاقي الماكروفيج عندك اوكي واكله الصابون ده، الكالسيوم صوبس دي واكلاها اوكي، فتبان في تحت الميكروسكوب اوكي فومي ليدن ماكروفيج. الماكروفيج نفسها بقت واسعه وكبيره، واكله ايه؟ واكله صابون، ولونها لونها ابيض شويه، وذي تشالكي وايت ابيرنس. دي في الام سي كيو. العلاج، خش شيل هذه الماس، اعمل اكستيجنال بايوبسي، لان علاج الماس هتشيل الماس، في هارد ماس هتشيل الهارد ماس. تروماتيك فات نيكروزيس يجي فيها سؤالين. السؤال الاول الباثو جينيسيس، ازاي اصلا حصل هذا التروماتيك فات نيكروزيس وتكون سيست او هارد ماس. السؤال الثاني في الام سي كيو عباره عن ايه؟ فومي ليدن ماكروفيج وذ تشالكي وايت ابييرنس. يبقى كده خلصنا السكيما الكونجنتال التروماتيك. شيل بقى موضوع مهم جدا، هو الانفلاماتوري ديزيز، البريست انفلاميشن. بصوا يا جماعه، احنا عندنا البريست انفلاميشن ده بنقسمه الى اكيوت انفلاميشن وكرونيك انفلاميشن، في اكيوت وفي كرونيك. الاكيوت برجع اقسمه، لو حصل اكيوت انفلاميشن اوف ذا بريست
والست بترضع، وده اشهر حاجه، ده اغلب الحالات، اسميها اكيوت لاكتيشنال ماستيتس وكومبليكيتد ببريست ابسس. حلو قوي. طب لو حصل لها اكيوت انفلاميشن بس مش وهي بترضع، ودي الحاله الاقل، اسميها اكيوت نون لاكتيشنال ماستيتس. يبقى حسب وضعها لاكتيشنال او نون لاكتيشنال. ده الاكيوت. الكرونيك برجع اقسمه الى سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. السبيسيفيك عندنا اللي هما التي بي والسيفلس، ما يهمنيش قوي، نادرين جدا في البريست يعني. اللي يهمني قوي 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 النون سبيسيفيك. في عندي حاجتين، كرونيك ابسس، شو كرونيك انفلاميشن يبقى كرونيك ابسس، واهم حاجه ماماري دكت اكتيزيا. يبقى في الصفحه دي كلها طبعا غير المخطط، لو هتذاكر حاجه يبقى هما اتنين، الاكيوت لاكتيشنال ماستيتس بكل تفاصيلها والماماري دكت اكتيزيا. ان شاء الله حصه النهارده هناخد الاكيوت لاكتيشنال ماستيتس، والحصه الجايه ان شاء الله هناخد الماماري دكت اكتيزيا. اكيوت انفلاميشن، اكيوت لاكتيشنال ماستيتس اند بريست ابسس، وده الموست كومن ماستيتس. اول حاجه حسب السكيما الديفينيشن، يعني ايه acute bacterial inflammation of the breast which occur امتى؟ during lactation. during lactation الموضوع كالاتي يا جماعه، ست حملت وخلفت وبترضع، وهي بترضع حصل لها تغيرات او التهابات في صدرها. هتجيلك تقول لك انا عندي التهاب في صدري، هو ده الاكيوت لاكتيشنال ماستيتس. الايتيولوجي، ركز معايا، ده بق البيبي ودي النفل ودي الدكت ودي الاسيناري. خلاص، يبقى ده الماوس ودي الدكت ودي الاسيناس. خلاص، اوكي. بق البيبي جواه الستاف اوريس، ده كومنسل عايش جوه الاستاف اوريس. جه يرضع، نقلها مين؟ الاستاف اوريس. وهذه الاستاف فيها خاصيه مميزه جدا، انها كواجيوليز بوزيتيف. بمعنى ايه؟ بمعنى انها بتعمل كواجيوليشن للملك. فالميك اللي موجود هنا اللي ماشي هنا كده صار له كواجيوليشن، فيتراكم هنا كده. شفت المشكله؟ هنا حصل اوبستراكشن، يبقى ستاف اوريوس كواجيوليز بوزيتيف، عملت كواجيوليشن اوبستراكت الايه؟ الضغط. تكون ايه المشكله؟ ان الميلك عمال يتراكم هنا، يتراكم 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 يتراكم. حلو كده؟ تراكم الميلك ده بسميه ميلك انجورجمنت، ودي اول مرحله. تاني مرحله، هذا الميلك حصل فيه ستيزز، اوكي، واي حاجه في الدنيا فيها ستيزز ده فيري جود ميديا فور انفكشن، فيجي عليها الايه؟ الانفكشن، فيعمل التهاب. التهاب في الايه؟ في البريست ككل، اسميها اكيوت ماستيتس. وهذا الالتهاب يتحول من كونه ديفيوز ومجرد التهاب عادي وعام الى بايوجينيك، فيعمل ابسس، اسميه اكيوت ابسس. وهذا الاكيوت ابسس يكون كرونيك ابسس. تاني بقى، طفل بقه فيه الستاف اوريس، دخلت للدكت، دي كواجيوليس بوزيتيف، بتعمل اوبستراكشن او كواجيوليشن للايه؟ للملك، فاوبستراكت الايه؟ الدكت، فالملك اتحبس، سميها ملك انجورجمنت. وبعد ما اتحبس هو ستيزس جود ميديا فور انفكشن، فيحصل اكيوت ماستيتس، التهابات. ثم هذه الالتهابات يجي عليها بايوجينيك انفكشن،
تبقى اكيوت ابسس. ثم الاكيوت ابسس لو اتساب ما تعالجش او تعالج بشكل مش مظبوط يعني يتحول الى كرونيك ابسس. تقول لي ايه الفرق ما بين الاكيوت ماستيتس والاكيوت ابسس؟ ده البرست وده البرست. لما يكون الالتهاب واخد البرست بالكامل اوكي، بمعنى انه ديفيوز، اسميه ماستيتس. لكن لما يكون واخد لوكيولاي حته كده، هذه الحته فيها بص اوكي، اقول ان ديت ابسس. يعني ده ديفيوز وده لوكالايزد. ده التهاب عام اعراض الانفلاميشن العاديه، لكن ده فيه لوكيولاي وفيه ايه وفيه بص. السؤال، هل الطريقه الوحيده لانتقال الستاف اوريس من خلال البريث ماوس؟ لا طبعا، لان في طريقه تانية. ان من خلال فين؟ من خلال البلد. فيبدا يقسم الروت اوف انفكشن عندنا الى دايركت، يعني من خلال الماوث اوف الانفانت، او بلد من خلال الايه، او اندايركت من خلال البلد سبريد. هيباتولوجي عندنا، قلنا ستاف اوريس عندنا كواجوليس بوزيتيف كلوتنج اوف ذا ميلك ان ذا داكت وستراكشن اند ستيزس. بينتقل ازاي هذا الستاف اوريس؟ يا اما دايركت خلاص من الانفانت ماوث ماشي، يا اما بلد من خلال مثلا في الدم في ست فوكس او حاجه حصل ست سيميا فراح للايه؟ للبريست. طيب ايه البريديسبوزنج فاكتور؟ طبعا اول واهم واكتر حاجه هو الميلك انجورجمنت، ده اهم حاجه على الاطلاق. حلو، لكن في حاجه تانية، نيبل كراكس. الطفل مثلا هو بيرضع قاعد يعضعض في النيبل فعمل فيها كراكس. الكراكس جود ميديا فور انفكشن، فيزود الانفكشن فيزود الايه؟ الاوبستراكشن والالتهاب. ريتراكتد نيبل، النيبل داخله لجوه فده برضو جود ميديا فور انفكشن. باد هايجين، دي مهمه جدا، هي اصلا مش مهتمه بالنظافه الشخصيه بتاعتها ولا بنظافه البريست بتاعها، فجود ميديا فور ايه؟ فور انفكشن. في النهايه هو انفكشن، لكن لو سالتك قول لي واحد فاكتور بس هو الاهم، هتقول لي الميلك انجورجمنت. ميلك انجورجمنت، اكيوت ماستيتس، اكيوت ابسس، كرونيك ابسس. احسن حاجه تاخدهم الاربعه بالمقارنه ببعض بجدول واحد، دي افضل طريقه على الاطلاق عشان تذاكر بيها الستيجز او الكلينيكال بيكتشر اوف الاكيوت ماستيتس. في الميلك انجورجمنت البريست متضخم ومليان ايه؟ لبن، تمام. فالالم بيكون في البريست ككل، والفيفر بسيطه شويه لان لسه ما فيش ايه، ما فيش انفلاميشن حقيقي يعني. وفي الساينز هتلاقي البريست كبير وانديوريتد، يعني كبير وماسك نفسه كده ومصلوب كده، وما فيش انفلاميشن، وبالتبعيه ما فيش اكزيلري ليمف نود افكشن. كلام عام جدا. والفيت او الكومبليكيشن بتاع الانجورجمنت انه يخش المرحله اللي بعدها، ما هو كل مرحله بتسلم اللي بعدها، فيعتبر هنا الفيت والكومبليكيشن انها تبقى ايه؟ اكيوت باكتيريال ماستيتس اف نيجلكتد. الماستيتس البين برضو طلقيكينج في البريست ككل، والفيفر كونتينوس فيفر. الساينز نفس اللي فات، يعني انلارجمنت وانديشن اوف ذا بريست، ولكن هو هنا حصل التهاب فحصل انفلاميشن، يعني في ريدنس وهوتنس وسويلنج ولوس اوف فانكشن وكل ده. واهم حاجه الاكزيلري ليمف نود بدات يحصل فيها تغير لان ده انفلاميشن. لو سبتها يبقى الفيت او كومبليكيشن تبقى اكيوت بريست ابس المرحله اللي بعدها. دي مهمه جدا الابسس ده. اول حاجه البين ثروبنج، اي ابسس البين ثروبنج، والفيفر هيكتك فيفر وبتزيد قوي بالليل، ده الاكيوت ابسس. الساينز هو نفس الكلام، بضيف عليها حاجه مهمه قوي اسمها ساينز اوف سابيوريشن. اي ابسس في الدنيا، اي انفكشن فيه ابسس او فيه بايوجينيك، بيبقى معاه سبعه ساينز اوف السابيوريشن. يعني ده كده البريست بتاعنا، وده كده الايه، شايف انت المنظر ده؟ ده ابسس ولوكالايزد واضح جدا اهو. هذا الابسس ايه مواصفاته؟ اول حاجه بيكون معاه ثروبنج بين، ثروبنج بين دي اول بي. تاني حاجه بايركسيا لو هيكتك فيفر، احنا سائلينهم. رقم ثلاثة بيكون معاه بيتنج اديم اوف ذا سكن، ده مش لازم بس احيانا بيكون موجود. رقم أربعة الساينز دهيت بالتانية اكتر من 5 ايام، هنا معناه بقى بايوجينيك لان لازم تدخل بانتي بايوتيك فورا يعني. بص ديزتشارج طبعا، لو هنا فتحت عملت انسجن هلاقي في بص بيطلع لان هو ابسس. ومع الوقت
لو حصل كومبليكيتد يعني انها تبقى في الجسم كله، يبقى سيستميك ابست، يحصل سبتسيميا. واخر حاجه حاجه اسمها فلكتويشن، اللي هو بالعربي كده الابسس بيستوي يعني، ودي اخر حاجه بتحصل في الابسس. اخر شيء خالص في الابسس هو الفلكتويشن، يبقى ثروبنج بين، بايركسيا، بيتنج اديما اوف ذا سكن، بريزيستنس اوف ذا لوكال سيل اكتر من 5 ايام، باس ديستشارج، وسيفير سيستميك ابست اند فلكتويشن. دي اخر حاجه، سبعه ساين في اي انفكشن بايوجينيك. الكومبليكيشن يقلب كرونيك، دي حاجه، او جنرال بقى توكسيميا وسيبتسيميا وبايميا. في معلومه هنا في منتهى الاهميه، المعلومه ده قال لك dont wait for fluctuation. يعني ايه يا جماعه؟ اي ابسس في الدنيا انا بستنى عليه لحد ما يستوي، وبعدين افتح اعمل انستيشن واطلع الباص اللي موجود ده، واحط بقى درين وبيتادين وكل ده واتعامل. الا البريست ابسس ما ينفعش استنى لحد الفلكتيوشن الاخير، لحد ما تستوي خالص. ليه؟ البريست اورجان يعني بريشس جدا ومهم جدا، فلو استنيت لحد ما يحصل فلكتيوشن هيحصل دامج للبريست تيشو، ودي مشكله كبيره. فونس اني شفت في بريست ابسس لازم فورا فورا اتعامل معاه، ما استناش لحد ايه ما يحصل له فلكتيوشن. الكرونيك يعني هو موضوع لوحده اصلا جاي في الطريق يعني، بس هنا قلت ايه في نفس الجدول عشان تبقى موضوع سهل يعني. هنا في الكرونيك قال لك ان هو اتاكس ريميشن واكسبشن حسب مناعه الايه الشخص. انما اللي يهمني قوي في الكرونيك معلومه مهمه جدا يعني، الكرونيك بيكون اكيوت وقلب كرونيك في الغالب، وبيحصل فايبروزس، فبيكون في صوره هارد ماس. واذا كان الاكيوت ابسس بعمله انسيجن، بفتح واطلع البص واتعامل، الكرونيك ابسس بعمله اكسيجن، هارد ماس ايكوال اكسيجن، انت بتشيل الايه الماس بالكامل. خلاص يا جماعه، acute abscess incision، chronic abscess excision. الانفستيجيشن طبعا في انفكشن موجود، تي ال سي، اس ار، سي ار بي، كلتشر سنسيفيتي، كل ده. لكن المهم قوي بالنسبه لي التفرقه اللي ما بين الماستيتس والابسس. الفرق بينهم الماستيتس هو بيكون عندك البريست بالكامل بيكون انفليمد، الابسس في لوكيوليتد لوكلس موجود بس لوكلس. خلاص افرق ازاي؟ بالالترا ساوند. هتلاقي في الماستيتس ديفيوز هايبر فاسكولار، وفي الابسس باس ليكولاس وبتطلع الباس بتاعها. لو مفيش ريسبونس بالالترا ساوند خلاص خلال اسبوعين يعني، هعمل بايوبسي او اسبيريشن حسب الايه المنظر اللي جوه، هل هو سيست ولا هارد ماس. لو كرونيك هارد ماس هعمل بايوبسي فاينل اسبيريشن، ولو سيست هعمل اسبيريشن للفلويد اللي موجود جوه السيست. التريتمنت موضوع امتحان كاتيجوري ايه مهم جدا، التريتمنت بتاع الاكيوت لاكتيشنال مستيتس وبالاخص الابسس. في حاجات اوكي مشتركه في الاربع مراحل، وفي حاجات مختصه بكل مرحله. الحاجات المشتركه في بروفلاكتيك وفي كيوراتيف. البروفلاكتيك والله حضرتك انت لو حصلت المشكله ديت في اخر شهرين من الحمل، كل شويه تعملي مساج وحطي كريم بنثينول قليل الالتهابات والحاجات دي. طب ولدتي كل شويه كل شويه تنضف. طب لو موجود فيشر في النبل حطي كريم انتيسبتيك، حافظي كويس جدا على نظافه النبل بتاعتك. ده بروفلاكتيك اخر شهرين من الحمل بعد الولاده لو حصل فيشر. الكيوراتيف يقول لك بنسميها ويننج ديسيجن، مهم قوي. واحده جايه بتقول لي حضرتك انا عندي التهاب في صدري وعندي ابسس في صدري، ينفع ارضع ولا ما ينفعش؟ هو ده السؤال. اقول لحضرتك ترضعي او لا، او تفطمي الولد او ما تفطمهوش، معتمد اعتماد كامل على عمر الولد. لو الولد اكبر من 9 شهور خلاص وقفي الرضاعه، ومش بس هتوقفي الرضاعه، ده انا هديكي حاجه تنشف صدرك، هديكي بارلو ديل، حاجه ايه تقلل البرولاكتين وتقلل ايه افراز اللبن اصلا. ده لو هو الطفل اكبر من كام؟ من 9 شهور، هوقف اللاكتيشن واديها بارلو ديل. طب لو الطفل اقل من 9 شهور يعني ما ينفعش افطمه، يعني ما ينفعش امنع الرضاعه وكده، خلاص لو هو المشكله يونيلاترال الناحيه الهيلثي كامل بها رضاعه، والناحيه اللي بايظه ابدا اعمل ايفاكيويشن. فين البامب دي يا جماعه؟ دي كده، دي بتشغل نيجاتيف بريشر، بيضغط هنا ضغطه كده وبعدين يسحب نيجاتيف بريشر هنا من الايه من البريست بتاعها. يبقى لو اقل من 9 شهور ما ينفعش افطمه عندنا، خلاص الناحيه السليمه رضعي بيها، والناحيه اللي فيها مشكله اعمل لها ايفاكيويشن كل شويه بالايه بالبامب دي. ده الكلام العام اللي يتقال في كل الحالات، لكن في بقى حاجات مختصه بكل ايه كل حاجه. يعني ميلك انجورجمنت
ده حاجات عامة كده يعني، لو سمحتي بيدرست ارتاحي، صدرك يبقى مرفوع كده، كل شوية تفضيه من خلال البمب، وحطي عليه مية كده وكميات مية سخنة وبتاع عشان ايه يهدى شوية ويبقى الايه الموضوع يقل شوية. في الماسايتس نفس الكلام، بس هنا في انفلاميشن، فدي انتيبيوتيك وانالجيزك وانتيبيوتيك. والانتيبيوتيك مهم جدا تعرفه، اللي هو الاوجمنتين او اي نوع انتي ستاف. ما ينفعش ادي حاجه ضعيفه قدام الستاف، يبقى ما عملش اي حاجه، فاهم؟ لازم ادي حاجه ايه انتي ستاف قويه، وبيكتبوه عندنا هنا ايه، هو اوجمنتين. خلاص طيب، شيل بقى الموضوع مهم جدا بقى، ده اهم موضوع على الاطلاق على الاطلاق في حصه النهارده. هيقول لك كده جيفن اكونت اون تريتمنت اوف اكيوت ابسس. ازاي بعمل ابسس درينج؟ اول حاجه هو ده بريست ابسس، اوكي، فما ينفعش اتعامل معاه على انه ابسس عادي، لازم جنرال انستيزيا. دي اول حاجه، لازم جنرال انستيزيا. حلو، حددت مكان الابسس، لازم اعمل انسيجن، افتح. والفتحه دي بقى انواع، شايف المنظر ده، شايف المنظر ده، هذا الانسيجن بيسموه ريديال انسيجن، لانه جاي بالعرض كده، اسمه ريديال انسيجن. ده في ميزه ان هو ماشي مع اتجاه الضغط، بس في عيب خطير جدا انه كوزموتيكالي وحش قوي، يعني منظر الفيميل اللي عامله ريديال انسيجن واضح قوي، شكله وحش جدا يعني. لكن في واحد تاني خالص، شايف المنظر ده او المنظر ده، سيركم ايريولر او كيرفي لينير، ديت ماشيه عكس اتجاه الضغط يعني كده. فانت ممكن لو انت غشيم شويه تقطع الضغط، لكنه كوزموتيكالي حلو. في الكتاب عندنا قال لك همشيها ريديال، بس عيبه ايه؟ في الشكل. لكن ممكن اعملها سيركم ايرولر. هذا السيركم ايرولر حلو جدا في الشكل، ولكن في خطر بس للايه؟ من الضغط انها ايه؟ يحصل لها حاجه. يبقى انستيزيا ثم الانسيجن، اما ريديال واما سيركم ايرولر، بالميزه والعيب بتاع كل واحد. الخطوه الثالثه في منتهى 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 الاهميه. بصوا يا جماعه، اول حاجه هنا عملنا الانسيجن، ده دي الفتحه اهي، ماشي. البريست ابسس في مشكله كده، الابسس مش كافيتي واحد، ما هوش حته واحده كده ومليان بص وخلاص، ده مالتيبل كافيتيز، وهذه الكافيتيز مفصوله عن بعض بهذه اللوكيولاي. فانا ما ينفعش اتعامل مع كل كافيتي على حده، قوم بعد ما اعمل الانسيجن وافتح على الابسس لازم ادخل صابعي، اوكي، لحد قعر الابسس. ايه القيمة؟ قطع اللوكيولاي، خلي الكافيتي واحد بس، فيسهل التعامل معاه ويكون البروجنوزز احسن. قطعت اللوكيولاي وان كافيتي، هتلاقي ان في نافورة بص طلع قدامك، نافورة بص بالمنظر ده. هات البص ده هوت، اعمل له كالتشر اند سنسيتيفيتي، شوف نوع البص اللي موجود جوه. بعد ما تشوف البص اللي موجود وخلاص نظفت الدنيا والدنيا حلوة كده، هات الدريسنج ده هوت، غرقه بتادين وانتيبيوتكس وكده، وبعدين احشره في قعر الايه، في قعر الابسس لمده يوم كامل، وعين كل يوم تقول لها ايه، كل يوم هتغيري على الجرح ده، تشيل دريسنج حط واحد جديد. ده الدرينج بتاع الابسس، جنرال انستيزيا، انسيجن اهم خطوه، ديستروي اللوكيولاي، وبعدين لما هيطلع البص بالنسبه لي هعمل كالتشر اند سنسيتيفيتي، هات دريسنج وانتيبيوتكس، ارزعها في قلب القعر بتاع الابسس لمدة يوم كامل، تاني يوم هتغير عليه، وهكذا لمدة 4-5 ايام، لحد ما تضمن انه البص ما بقاش ايه، ما بقاش يطلع، ما بقاش يتكون. وكان كورونيك ابسس اكسيجن، ما فيهاش فصال، هتشيل تماما الايه الماس اللي موجودة. في معلومة اسمها كاونتر انسيجن، بيقولك ايه؟ لو انا فتحت في مكان وما كانش الموست ديبندنت اريا اوف ابسس، مش احسن مكان اقدر افضي من خلاله الايه البص اللي موجود ده، لا خلاص اعمل فتحة كمان موازية للفتحة الاولى، فبيسموها كاونتر انسيجن. دي معلومة يعني الام سي كيو، ماشي يا جماعة؟ موضوع مهم جدا جدا جدا، تريتمنت اوف اكيوت ابسس. هتقول لها اول حاجة بروفلكتيك وكيورتيف، لكن استرجي مهم جدا، انستيزيا، انسيجن، ديستروي اللوكيولاي، انتيبيوتيك ودريسنج، وكل يوم تغير على الجرح لحد ما تلاقي انه البص ما بقاش ايه، ما بقاش يطلع يعني. هوريكم دلوقتي فيديو للموضوع، فيديو حقيقي، اللي مش بيستحمل منظر الدم والبص وبيتقرف وكده يعني، خلاص ده يكفيه يعني، هو الصور تكفيه والكلام يكفيه. اللي عايز بقى يبحر في العلم وكده ويشوف الموضوع ده، فالفيديو هيفكر كويس قوي قوي بالتفاصيل بتاعت الايه، بتاعت العمليه. هنا يا جماعه طبعا هو في جنرال انستيزيا، العينه نايمه بالكامل،
وفتح هنا سيركم اريولر انسيجن. وبعدين الخط المهم قوي، دخل صبعه يعمل ديسترينج للليكيولاي اللي موجودة في الابسس عشان يخليها only one cavity. بعد ما يعمل كده هيلاحظ ان البص طالع بكمية كبيرة جدا وطالع من الابسس، ياخد البص ده يعمل له كالتشر اند سنسيتيفيتي. هيعمل درينج اوف البص وبعدين يجيب الدريسنج اوكي ويغرقه بتادين او انتيبيوتيك يعني، ويحطه بقى في قعر الابسس ويسيبه لمدة يوم كامل ويغير عليه كل يوم.